مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى النشرة الجوية التي نستهلها بأحوال طقس المرتقبة ليوم السبت. إذا بحول الله وباستثناء بعض الضباب الخفيف خلال الصبيحة على كل السواحل، مع بعض السحب العابرة والتي تكون ممطرة بالسواحل الشرقية، ستتحسن الأجواء خلال الظهيرة. سماء صافية ومشمسة بشمال الصحراء والواحات وحتى بالجنوب الغربي، لكن سماء ستكون غائمة ورعدية بباقي المناطق الجنوبية مع رياح ضعيفة عموما إلى معتدلة السواحل الشرقية، وكذا تطاير الرمال محليا، ويرتقب تسجيل ضباب خفيف خلال صباحة السبت مع بعض السحب العابرة، وهذا على كل السواحل وحتى المناطق الداخلية الشرقية لكن ممطرة بالسواحل الشرقية. أجواء صافية ومستقرة بالمناطق الداخلية شمال الصحراء وحتى شمال الواحات وصولا للجنوب الغربي، لكن ستكون السماء غائمة ورعدية بباقي المناطق الجنوبية، وهذا مع رياح ضعيفة إلى معتدلة وكذا تطاير الرمال محليا. فيما يخص درجات الحرارة الدنيا لصباحة السبت، ستصل 14 درجة وهذا بوهران، وحتى عنابة 12 درجة للجزائر العاصمة والأغواط، 7 درجات ببتنا، 8 درجات للبيض، 18 درجة ببشار، 20 درجة لغداية، و 19 درجة بكل من ورقلة وحتى الود. أما بالجنوب ستصل درجات الحرارة الدنيا إلى 22 درجة بإليزي، 26 درجة لكل من تمن راس وعين صلاح، 22 درجة لأدرر، و 16 درجة بتندوف. في الظهيرة نرتقب أجواء صافية إلى قليلة السحب على كل السواحل، أقول السواحل الشرقية والمناطق الداخلية الشرقية، تكون رعدية وهذا بالهضاب العليا. سماء صافية ومستقرة بسواحل الوسطى، سواحل الغربية وحتى المناطق الداخلية وصولا لشمال الصحراء والواحات وحتى الجنوب الغربي، في حين ستبقى الأجواء غائمة رعدية بباقي المناطق الصحراوية، وهذا مع رياح ضعيفة إلى معتدلة وكذا تطور الرمال بالجنوب الغربي. في ظهيرة السبت ستكون درجات الحرارة القصوى فصلية، إذ ستصل إلى 26 درجة بوهران، 24 درجة بالجزائر العاصمة، 22 لكل من عنابة والبيض، 20 درجة لبتنا، 25 درجة بالأغواط، 30 درجة لكل من الواد وغردية، و 32 درجة بورقلة. أما بالجنوب ستصل درجات الحرارة القصوى إلى 34 درجة بتندوف، 38 درجة لكل من أدرار وعين صالح وحتى تمن راست وصولا لإليزي. أما لليلة السبت إلى الأحد نتوقع أجواء صافية ومستقرة، وهذا بكل المناطق الساحلية وحتى المناطق الداخلية وصولا لشمال الصحراء والواحات، لكن ستكون قليلة السحب وهذا بأقصى الجنوب وحتى شرق الجنوب الصحراوي، في حين ستبقى الأجواء صافية بباقي المناطق الجنوبية وهذا مع رياح معتدلة. فيما يخص درجات الحرارة الدنيا لليلة السبت إلى الأحد، ستصل إلى 14 درجة وهذا بوهران وعنابة وحتى الأغواط، 11 درجة لكل من البيض الجزائر العاصمة وباتنا، 19 درجة لكل من الواد وورقلة، 25 لكل من إليزي وتمن راست، و 22 درجة لكل من عين صالح أدرار وحتى تندوف. أما للملاحة والصيد البحري اليوم السبت، فسيكون البحر الجميل إلى قليل الاضطراب، وهذا بالسواحل الغربية نتيجة رياح متغيرة الاتجاه، راح تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، وبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، وهذا بالسواحل الوسطى والشرقية، وفق رياح غربية إلى شمالية غربية، راح تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 50 كيلومتر في الساعة. نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم على المتابعة وفي أمان الله.